الاخوات كيسولوا على الصفحه ديال الفيسبوك على الناس اللي عندهم داء السكري بالنسبه للتغذيه ديالهم، شنو اللي ممكن يصوبوا كوصفات؟ واش ممكن مثلا تعويض الدقيق بمواد اخرى في الاغذيه؟ وشنو النصيحه ديالك دكتوره سناء؟ بالنسبه للناس ديال مرض اللي عندهم داء السكري، بعدا خصهم ضروري يلتجؤوا للطبيب ديالهم قبل من شهر رمضان الكريم، باش هو اللي على حسب التحاليل ديالهم، على حسب الخزان ديالهم ديال السكر، غادي يقدر ينصحهم باش واش يقدروا يصوموا او لا ماشي في الامكان ديالهم يصوموا حتى تقاد لهم التحليله ديال الخزان، لان بزاف اللي تيغفلوا على هذا الشيء حتى كتجيهم توعكات صحيه في منتصف رمضان او في ملي كيبقى اسبوع على نهايه رمضان، كيوصلوا لواحد الحاله اللي هي شويه صعيبه، فعافاكم ضروري التحاليل في هاد الوقيته. بالنسبه للماكله، حنا دائما بالنسبه للناس اللي مرض بداء السكري خصهم اكثر توازن ممكن واعتدال في الاكل، يعني السكر السريع خاصه في شهر رمضان هو المشكل الكبير اللي ما خصناش نطيحوا فيه عامه، وخاصه الناس اللي مرض بداء السكري. اذا هاد الحلويات او المسائل المصوبه من مشتقات الحليب واللي فيها زيت فيها السكر، حنا نتفاداو غير السكر السريع، نحاولوا بعدا نعوضوا الذوق ديالنا على ذوق اقل حلاوه ممكنه، هذه بعدا هي الاولى، نعوضوه مثلا بالسكر اللي هو طبيعي بحال الفركتوز، ومع ذلك ما نبالغوش فيه لانه كيبقى سكر. نحاولوا نعوضوه مثلا بالتمر وما نبالغوش لانه تيبقى سكر. حتى العصير ديالنا ديال الفواكه اللي غناخذو، حنا كنعرفوا بان الناس اللي مرض بداء السكري ما خصهمش ياخذوا اكثر من فاكهه كبيره او جوج فواكه صغار في اليوم، اذا هذا الشيء راه كيطبق في رمضان ولا بلا رمضان نراعيو ليه. والتمر حتى هو ما نبالغوش فيه، لان التمره على حساب القياس ديالها، تمره حتى لثلاثه التمرات هي ليكيفالون ديال فاكهه، إذا نردوا بالنا بكثير لهاد النقطة هادي. الدقيق نقدروا نستعملوا الدقيق الكامل، في عوض ما نستعملوا الدقيق الأبيض بعدا هو أقل ضرر. نحاولوا ما نبالغوش في كاع المسائل اللي فيها، حنا السكر البطيء محتاجين ليه، يعني الخبز ولا روز ولا قطاني ولا هادشي كله، الناس اللي مرض داء السكري ما يقدروش يستغناو عليه لان هذا هو مصدر الطاقه ديالهم، ما كياخذوش السكر سريع ولكن السكر البطيء، ولا بد خصو يعطيهم الطاقه بشويه. على ذكر تعويض الدقيق الابيض يعني الفورس بالدقيق الكامل، البارح تقاسمنا مع مستمعتنا ورفقه شيفنا اللي هي كتعاني من داء السكري مده 18 سنه، تقاسمت معنا واحد الوصفه ديال السلو ديالها اللي استشرت فيه مع هذا الطبيب اللي متبعه معاه، واللي خلطاته بالخرطال بالسوجه بإيلان بزريعه الكتان، كيولي شبيه بالزميته، وهو غادي يسلو ما بيناتهم بجوج، وبالفعل هذا فيه مزايا وفيتامينات واملاح معدنيه اللي غنستافدوا منها والطاقه اللي غنستافدوا منها في رمضان بلا ما ناديو راسنا بقوه الزيوت، لان هادشي كله كيطحنوه الزيت ديالهم به باش تيخلطوا، بلا ما كنهلكوا ذاتنا بزيوت نباتيه اللي كاينه في الزبده ولا اللي نقدروا نطلعوا بها النسبه ديالنا ديال الكوليسترول. بالعكس هنا كناخذوا دهون مشبعه اللي بالعكس مزيانه للذات ديالنا. تنظن هذه وصفه ممتازه. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه ضد الجلوتين دكتوره سناء، موضوع سبق لنا تطرقنا له في البرنامج، وعندي عاوتاني اسئله كثيره تيطلبوا مني المستمعات وصفات اللي خاصه بالناس وبالاطفال اللي عندهم الحساسيه. انا كنوعدكم ان شاء الله رحنا كنجريو الاتصالات باش نجيبوا مثلا شي حد من الجمعيه اللي اليوم فاهمه وكتعرف التغذيه وتعطينا الوصفات، مي بشكل عام شنو النصيحه ديالك مثلا في هذا
الوصفات ديال رمضان، هذا سلو سفوف بريوات شباكية، باش ممكن نعوضوا الدقيق عموما؟ غالبا ما تتعود بالدقيق ديال الذرة، هو اللي كيقلبوا عليه الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الحساسية ديال الجلوتين، ويحاولوا يديروا وصفات ديالهم هما غير بكمية قليلة، ومنين زعما ينجحوا فيها ديك الساعات يقدموها للأطفال، ولكن باش ما يحرموهمش عاوتاني من شهيوات رمضان. ولكن مثلا في المطاحين خص نرضوا البال، لأن اللي خص حتى اللي كتطحن فيه التوابل ولا اللي كتطحن فيه الدقيق العادي ما خصش يكون، من الأحسن إلا قدينا يكون عندنا شي يا إما شي حاجة اللي نطحنوا فيها في البيت، ونكونوا مأكدين بأنه ما قاسهاش لا دقيق أبيض ولا توابل ولا هذا، من الأحسن. ما كانش ديك الساعات كنمشيو عند شي واحد اللي كان عرفوه متقي الله وعارف بأنه كاين الأداة إلا مشى تخلط بالدقيق الأبيض وما غاديش يتحليه في هذيك الطاحونة أو يغسلها مزيان عادي يستعملها. حنا كنتواصلوا معكم مباشرة على رقمنا الهاتفي 05 22 77 24 24. مرحبا بكم وبأسئلتكم. دكتورة سناء العيناني المختصة في الحمية والتغذية وطب أجميل، غادي ناخذوا مريم معنا من طنجة. صباح النور مريم. صباح النور سناء. اهلا مرحبا بك معنا على راديو أصوات. الله يبارك فيك، لاباس عليكم؟ الحمد لله الله يبارك فيك. صراحة فرحانة بزاف تبر لي الخط اليوم. ايوا انا فرحانة حيت تبر لك الخط العيلة ونهضروا معاك ونسمعوا صوتك. مبروك عواشرك. مرحبا ليلي على الراديو. مرحبا مرحبا ليلي الشرف. تفضلي شنو سؤالك الدكتورة سناء؟ عندي مشكل في بلاكيت، عندي طيحين بزاف هذه تقريبا عام. وباقي ما عرفتش المشكل من يالاش، يعني الطبيبة باقي ما عرفتليش المشكل من يالاش، ودابا بغيت نعرف شنو نقدر ناكل باش يقدروا يطلعوا لي ولو شوية، حيت آخر تحليلة دابا جبرت 38,000. وداروا لك التحليله ديال العظم مريم ولا لا؟ مدوري التحاليل بزاف ومازال ما لقاوش شنو، وغير لي بلاكيت اللي نازلين ولا نازله حتى شي حاجه اخرى؟ الكويرات البيضاء ولا الكويرات الحمراء مزيانين؟ هذوك مزيانين. ضروري خص الطبيب ديال الدم هو اللي يتبعك، وكنظن بانه ان شاء الله يلقاو السبب. المشكله هي انه غيكون الدم كيجري عندك بزاف. بالحق الحمد لله دابا باقي ما تعرفش النازف، يعني باقي لي غير عمرك ما جاك النازف. هذا هو مناش كيكون الخوف. اذا الحاجه اللي هي سخونه بحال التوابل البزار سكينجبير هادشي ما حاولي تفاديه، الحاجه اللي غادي تطلع الضغط تفاديها باش ما يجرالكش الدم. مثلا الغوزه القرفه كاع هادشي اللي سخون، البسباس النافع سكينجبير قلتو هو والبزار تا هما تفاداهم. بالنسبه للان هادشي اللي غادي تحاولي تفاديه وان شاء الله يكون خير، ولكن ضروري تعرفي مناش جاي هاد لي بلاكيت. عموما شنو كيقدر يكون السبب؟ يعني شاسع، ممكن تكون اسباب مختلفه، ممكن ولا بد خص تشخيص دقيق ومعين، وخاصه ديال العظم باش كنشوف النخاع داك ديال العظم كنشوفوا الاصل دوك لي ليني ديال هادشي شنو فين كاين الخلل. فاذا فين مستوى في هاد المواد اللي تكلمات عليها دكتوره سناء العناني؟ غير باش ما تسببش بعدا في نزيف، يعني اي حاجه غتجري الدم حاولي تتفاديها. واصلي التحاليل ديالك تتعرفي ان شاء الله شنو المصدر ديال هذا المشكل هذا اللي عندك، ودعواتنا لك بالشفاء اخت مريم من طنجه. تحيه لكم.